بالنسبة للدخول المدرسي، هذا دخول مدرسي استثنائي في ظل تاع الكورونا هذه اللي اجتاحت الوطن. الناس كاع محتاجين، الناس كاع راه كاع عالمين بها هاد الحاجة امبوسيبل. بطالين مش خدامين. ايه اللي ماشي خدامين، ايه ايه اللي عنده دراري بزاف، عندهم كاين عندهم دراري، كاين واحد وما قدرولوش، كاين لي بارون ماشي يخدموا، ما كاينش لاو يخدم، كاين ناس بزاف اللي خرجوهم من الخدمه، كاين بزاف ناس اللي يخدموا عند روحهم بصابوا روحهم خلاص، ما كاش ما قدروش ما يقدروش، وقت صعيب رانا فيه. وثانيا الغلاء نتاع المعيشه، سما انسان عنده 4 دراري في الدار يقري فيهم ويخلص 2 ملايين، كيفاش راح يقومهم؟ كيفاش راح يدخلهم للمسيد؟ القدرة الشرائية تاع الدخول المدرسي بالنسبة للأولياء، راهو كاين الأولياء اللي ماهمش خدامين وعندهم صافي لونطو ما خدموش، صافي لازم الدولة تساعد شوية الشعب وخصوصا الأولياء البطالين باش يقدروا يوفروا الأولاد تاعهم محافظ والكتب وكل حاجه، واش يسحق الولد باش يقرا ان شاء الله في العام الدراسي الجديد ان شاء الله. تعاونهم مع الوباء والغلق هذا؟ ايه فيها بزاف امور مع الوباء مع كلش تخلطت. المشكله راهي مشكله في مشكله، باش تحل مشكله يزيد تظهر لك مشكله واحده اخرى. والشعب يعني يوم يعاون تان شويه مساكن، ماكش تشوف كاين يوم يعاونوا شويه، مي سني با ايفيدون، سني با ايفيدون باش الشعبي كاين واحد اخرين اللي قادرين، وكاين اللي الله غالب، كاين اللي الله غالب، سني با ايفيدون، وربي ان شاء الله يدير لهم التاويل كامل هادو اللي عندهم ساكن دراري وما عندهمش لي موايان. كاين بزاف الناس، كاين الناس فريمون في الخفاء ما يبانوش، ما عندهمش وما يهضروش، والناس راهي خايفه على الدخول المدرسي هذايا، وان شاء الله ما يكون غير الخير في اطار هذه الحمله الكبيره اللي راهو يدير فيها تاع التلقيح. ماذا بنا الناس تلقح علاه باش نحمو ولادنا. الدخول المدرسي راهو ان شاء الله راه متخذين كل الاجراءات والتدابير، وراح ان شاء الله راح يكون عام ما فيش كورونا ان شاء الله. نطلبوا منك يا رئيس يا حاكم البلاد، ماذا بيك تعاون هذا الشعب هذايا. الدوله هي لازم دير الواجب تاعها. ونوجه نداء ثاني خاص للمسؤولين باش يكونوا هما اليد المساعدة للأولياء.